أهلا بكم من جديد. في برنامج جمعية التوحد الشباب أقامت جمعية أسر التوحد الخيرية حفل تدشين برنامج الجمعية للشباب الذي كان على شرف صاحب السمو الأمير نواف بن سعد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود. للمزيد في سياق التقرير التالي. الحقيقة أنا سعيد جدا بتواجدي اليوم. الحقيقة اهتمامنا في دعم جمعية التوحد نابع من اهتمام الشركة بأهمية مرضى دعم مرضى التوحد. والحقيقة احنا قاعدين نتابع بكثب ونتابع باهتمام شديد الجهود الخيرة التي يبذلوها الجمعية، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد. برنامج شباب التوحد هو مجموعة أو حزمة من البرامج التي تعنى بشباب التوحد في أعمار سنية متقدمة لأكثر من 22 سنة، الذين لا يحظون ببرامج خاصة فيهم في حياتهم اليومية. البرنامج يعتمد على منهج بافاريا، برنامج حياة يومية نهدف منه بإذن الله في المستقبل القريب إلى أننا نأهلهم لسوق العمل. والله يعني مع الأسف حنا يعني محتاجين للشيء هذا، لأن العدد في ازدياد والشباب كبروا، يعني من 20 سنة كان الواحد ما يعرف التوحد، والآن أصبح معروف والنسبة زادت. الآن كل 66 شخص فيهم مصاب، فمعناته يوجد شباب كثير في المملكة العربية السعودية. ودائما لما نتكلم في الإعلام أو نتكلم في نشر الوعي نقول أطفال التوحد، أطفال التوحد، إن الآن محتاجين نلتفت للشباب. الآن عيالنا أصبحوا شباب، عيالنا في الأردن وفي الكويت وفي البحرين، فحنا في المملكة العربية السعودية نتمنى وجود برامج مدعومة من رجال الأعمال لتوظيف الشباب، لتأهيل الشباب، لدعم الشباب.